الحاجات اللي ممكن ترجع لي برضو تبقى ممكن تبقى جاي لي من حاجه بنسميها سكاترنج. السكاترنج ده معناه ان الويف بتاعتي مش جاي على انترفيس، لا ده هي ماشيه اوكي وقابلت حاجه صغيره، يعني قابلت مثلا سيل مثلا، يعني هي ماشيه في الليفر قابلت مثلا هيباتوسايت مثلا اوكي، فيعني سيل بتاعت الليفر اوكي، فبتعمل ريفلكشن من السيل دي اوكي. السكاترنج بيحصل من سمول انترفيسز السايز بتاعها بيبقى ليس ذان ذا ويف لينث اوكي. بنتكلم على كل السيلز الموجوده عندنا اللي هي زي اللي في الليفر وكده، هي عباره عن مجموعه سيلز عايمه في الاكستراسيلولر سبيس، يعني ده بيبقى عباره عن فلويد اوكي. فكل واحده فيهم بتمثل سكاترر لان السايز بتاعها بيبقى ليس ذان الويف لينث بتاعنا اوكي. في الحاله دي بقى السكاترنج بيبقى شكله لطيف جدا، شكله مختلف تماما عن الريفلكشن. بيبقى عندي الباور اللي راجعه لي بتاعه السكاترنج بتتناسب مع دي اس 6 على لامدا اس 4. دي عباره عن الدايمتر بتاع الاوبجكت بتاعي بتاع الحاجه اللي هي السكاترر بتاعي، ولامدا اس 4 هي عباره عن الويف لينث اس 4. او الكلام ده طبعا لو احنا حطينا الكلام ده عباره عن سي، يعني اللامدا طبعا زي ما احنا عارفين عباره عن سي على لامدا سي على اف اوكي. فممكن احط الكلام ده عباره عن دي اس 6 في اف اس 4. السي طبعا مش مشكله حاطط هنا علامه التناسب، ففي هنا كونستانت لسه بيتحط. فمعنى كده ان الريفلكتد ويف بتاعتنا او الريفلكتد او السكاترد ويف معنى صح يعني بتتناسب مع الفريكوانسي اس 4. يعني لو انا بتكلم على ان انا خليت الفريكوانسي بتاعتي دبل، يبقى معنى كده بلاقي ان الانتنسيتي اللي راجعه لي من هنا دي بتبقى 2 اس 4 اللي هي 16 مره قد الويف اللي كانت موجوده في الفريكوانسي الاقل. يعني لو عندي فريكوانسي مثلا 2 ميجا وفريكوانسي 4 ميجا، هلاقي ال 4 ميجا السكاترنج باور بتاعتي او السكاترنج انرجي بتاعتي بتبقى 16 مره قد الفريكوانسي اللي هي 2 ميجا اوكي. الميزه الثانيه الحقيقه بتاعت السكاترنج ان احنا بيسكلي بيطلع لنا السكاترنج ده في كل الاتجاهات يونيفورملي اولموست يونيفورم. لو بتكلم على ريلي سكاترنج بيبقى غالبا السكاترنج بتاعنا ده يونيفورم في كل الاتجاهات، يعني بمعنى السكاترد ويف دي بتبقى طالعه لي في كل الاتجاهات انكلودنج الباك سكاترنج، تكون الاتجاه اللي هو جاي منه الويف ده نفسه اوكي. فدي معناها ان احنا عندنا الحقيقه يعني ميزه في الجزء دوت ان احنا البيم بتاعنا او الصوره بتاعتنا اللي بتطلع لنا من السكاترنج بنلاقي ان هي بنسميها انجل اندبندنت ابييرنس. انجل اندبندنت ابييرنس معنى كده لما بحرك البروب بتاعي لاتجاهات مختلفه بلاقي نفس التكستشر بتاعي. هو ده على فكره التكستشر اللي هنا ده بتاع الليفر ده التكستشر بتاع سكاترنج اوكي. الحاجات اللي هي اللي شكلها لاينز كبيره دي كده دي انترفيس، دي لارج انترفيسز، يعني ده الحاجه اللي هنا دي ده الانترفيس اللي هو بين الليفر وبين الكدني، ده الحدود بتاعه الكدني، ده اللي هو السيرفيس بتاع الكدني، فده يعتبر انترفيس. الدايفرام برضو ده انترفيس، ده لارج انترفيس. لما اجي احرك الترانسدوسر بتاعي وابص على الانترفيسز دي الاقي ان بعض الانترفيسز دي ساعات تبان بالانتنسي اعلى وساعات تبان بالانتنسي قليله وساعات تختفي اوكي. بالنسبه للسكاترنج الاقي ان التكستشر بتاعي هنا ما بيتغيرش خالص اوكي. فدي ميزه مهمه جدا، ويعني حاجه مهمه جدا في السكاترنج لازم اكون عارفها، يعني عشان لما اجي ابص على صوره اقدر املاها انتربريتيشن بشكل مظبوط. الحاجه برضو المهمه لازم ناخد بالنا منها ان السكاترنج باور اللي احنا بنتكلم عليها دي بتبقى دايما فيري سمول كومبيرد تو ريفلكشنز. يعني احنا بنتكلم هنا بتتناسب مع اف اس 4 اوكي، احنا بتتناسب بس انها مش معناها ان هي كبيره، ده ممكن تبقى مضروبه في امبليتيود صغير. لو احنا بصينا على الصوره بتاعتنا هنا كل الحته اللي هي شكلها جراي دي اللي هي الجريني اريا دي اللي شكلها عامله زي نويز كده او زي يعني بتبقى عامله زي وايت نويز كده، دي كلها الحقيقه سكاترنج. لما بتكلم الحاجات اللي شكلها لها هاي انتنسي بالشكل ده كده دي كلها الحقيقه زي دي كده مثلا، دي كلها عباره عن ريفلكشنز. فعموما هنستنتج او هنلاقي دايما ان براكتس يعني ان السكاترنج بتاعنا بيبقى الانتنسي بتاعته كومبيرد للريفلكشن اللي هي اقل بكتير اوكي. الحاجه الثانيه اللي ممكن نلاقيها بقى اللي هي ممكن تكومباين بقى الاثنين مع بعض، عاده السيرفيسز اللي موجوده ممكن بعض الاحيان تبقى بنسميها راف سيرفيس. راف سيرفيس دي بيبقى عباره عن برضو سيرفيس كبير، والسيرفيس كبير ده معناه ان هو اكبر من الويف لينث، اكبر يعني سيجنيفيكانتلي اكبر من الويف لينث، عشان احنا لو هو احنا في اقل من الويف لينث بنتكلم على سكاترنج على طول. لو هو السيرفيس نفسه اكبر من الويف لينث وهو نفسه فيه رافنس فهنلاقي ان بيحصل لنا حاجه يعني بنسميه ديفيوز ريفلكشن. ديفيوز ريفلكشن بتبقى كومبينيشن كده من الريفلكشن وبين السكاترنج، يعني الحاجه اللي بترجع لنا هنا دي مش بترجع لنا في اتجاه واحد كده. يعني لو دي مثلا بنتكلم على ريفلكشن من خط او من سيرفيس شكله سموث يبقى المفروض الويف اللي جايه كده ترجع كده تاني
اوكي. انما لو هو في رفنس لا هيبقى في جزء سكاترد كده في الدايركشنز اللي هي ايه المختلفه اللي حوالين الدايركشن اللي انا ايه بعت فيه الويف. فدي طبعا ممكن نلاقيها علشان تفصل لنا بعض الـ انواع السيرفيسز الموجوده عندنا في جسم الانسان.